نعم. هل الثورة هذه المرة فرصة لدول العالم الإسلامي المتضررة بالتأكيد من إيران أن تقدم دعما للمحتجين أو أن تفعل شيئا في هذا الأمر؟ نعم، هذه فرصة ذهبية قد لا تتكرر، لكن نصيحتي للدول الإسلامية والدول العربية بالذات أن لا يربوا حيايا داخل كمهم كما يقولون. الألمانيون الذين يدعونهم سوف ينقلبون عليهم، هؤلاء العملاء اللي جالسين في لندن وفي أمريكا سوف ينقلبون عليهم، وهذا أقول لقناة الحدث بالذات، لأن هؤلاء خطابهم بالفارسية شيء وبالعربية شيء آخر، منافقون مثل النظام. يجب أن يدعموا من هو امتداد عقدي لهم، امتداد ديني لهم، امتداد قبلي لهم. عربي إيران امتداد قبلي لدول الخليج، سنة إيران امتداد عقدي لدول الخليج ودول العربية. لماذا لا يستثمرون؟ صدام حسين الله يرحمه لو كان حيا الآن كان أفضل فرصة له، كان أفضل فرصة، كان يهتم بهذه الأمور، ولذا يجب أن يهتموا بالسنة دفاعا مصالحهم هم، لا يبحثون عملاء يتغيرون، عملاء لا دين لهم، عملاء دينهم مصلحة ودولار. لكن هل يأتي يوم أنظمة الإسلامية تفهم هذه الأمور مع الأسف؟